حركة الطيران الأوروبية تتعافى، حيث سجل الطلب العالمي على السفر بالطائرات أقوى وتيرة له في 9 أشهر، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، مؤكدا في تقريره الشهري ارتفاع معامل الحمولة الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات إلى 78.9%، أي بمعدل 0.8 نقطة، ليسجل شهر نوفمبر المستوى القياسي. أعتقد أنه مع الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب في الشرق الأوسط ستتأثر حركة الطيران العالمية. سيتراجع عدد الرحلات بالطبع، خصوصا مع استمرار الحروب وتهديدات المتشددين، وما يشير أيضا إلى تعافي المنطقة الأوروبية من الانقطاعات وتوقف الرحلات التي سببتها الهجمات والاضطرابات السياسية، هو ارتفاع الطلب على السفر على متن الناقلات الأوروبية بمعدل 8.3% في شهر نوفمبر. حاليا الكل يريد اكتشاف العالم، لذلك سيبقى الطلب العالمي على السفر بالطائرات مرتفعا. ووصلت أرباح شركات الطيران إلى ذروتها في عام 2016، وتتوقع إياتا هبوط هذه الأرباح خلال العام الجاري. أعتقد أن الطلب العالمي سيزداد، فالكل يرغب بالسفر، وهناك عروض مستمرة ومنافسة بين شركات الطيران في تقديم الأنسب. ربما ستؤثر الحروب والنزاعات وغيرها من الأمور، ولكن التأثير سيكون طفيفاً. التهديدات من قبل المتشددين والقلق حيال التعافي الاقتصادي وتقلبات أسعار النفط وغيرها من العوامل تبعث المزيد من المخاوف والقلق، وتطرح السؤال الآتي: هل سيستمر الطلب العالمي على السفر بالطائرات بهذا الارتفاع؟ دانيا إرشيد، الإخبارية، لندن.